نشاهد عماد الحوسني كرة مقطوعة من تيسير جاسم بيحاول نحكي مين يمر بيعد التيسير يلعبها التيسير عرضية موجودة الحربي براسه ولكن أيضا كرة طويلة وبعيدة يرجع إلمها معتز الموسى بتروح من أمامه كونتر أتاك مرتد أربع مهاجمين على مدافعين اثنين على طول اللعب إلى سالم الدوسري منقولة للحياني يحاول ولكن بيجليها للحياني وكرة أيضا تنقطع وبتتخلص توصل إدفين البيشي على الأرض. اللحظات الأخيرة على نهاية الوقت الأصلي من عمر الشوط الأول من المباراة. الأهلي بعشرة لاعبين ودقيقة يعني احتساب غير منطقي للوقت بدل الضايع. إصابة عماد الحوسني لوحده خلف ثلاث دقائق. كرة ملعوبة تغطية موجودة ولكن كرة توصل سهلة على طول إلى ياسر المسيلين. حكم المباراة لا يزال مصر على عدم عودة عماد الحوسني إلى أرضية ملعب المباراة. ملعب المباراة كرة ملعوبة الحربي حال تقدم هوبا واحدة الحربي هوبا ولكن كرة تصمد وأيضا خطأ على منصور